بداية أخبارنا مشاهدينا من الكويت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في التويتر عن شخصين ظهر في أحد محطات الوقود، واحد منهم بيتضح أنه من العمالة الوافدة وبيشتغل بالمحطة، لكن الشخص الثاني بيظهر أنه هو مواطن كويتي جاء ليعبي الوقود كالعادة. ظهر بالفيديو أنه الخلاف يلي صار بينهم كان قوي لدرجة أنه كل المغردين اعتبروه سوء التعامل مع العمالة الوافدة ومو منطقي ابدا التعامل بهذا الشكل. خلونا نشوف مع بعض الفيديو. في محمد علقت وقالت لا اجد مبرر لهذا العنف، يعني بيكون اللي عمله استحالة يكون إهانة، وحتى لو تصرف بشكل سيء ما بيعرف يتكلم بالحسنى، اتقوا الله، دحنا بأيام وباء وأيام رمضان. أيضا فهد عم بيقول يستاهل زين يسوي في بعض الوافدين مو محترمين. في عندي كمان أيضا العبيد عم بيقول اعذروهم صلاة الجيم مقفلة وهم قاعدين يتدربوا على العمالة. يعني منلاحظ انه الكومنتات اكترها جاءت سلبية، وفي منها اجا بشكل بيتضامن مع العمالة الوافدة، وفي منهم بيتضامنوا مع المواطنين الكويتيين. نجا وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شتور من حادث سقوط لوح على رأسه أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، وكان شيتور يجلس بجانب مسؤولين في الوزارة خلال المؤتمر لما صار الحادث. وثقت كاميرات الفيديو لحظة وقوع اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير يلي كان جالس على يمين المنصة. خلونا نتابع. ورضوى علقت وقالت عاجل سقوط سقف طموحاتي وأحلامي. فأيضا كومنت تاني بقول مؤذي سقوط سقف التوقعات والعشم على رأسك. الأخطاء عم بتلاقي أو عم بتلاحق مسلسل فرصة ثانية، أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشهد في مسلسلها فرصة ثانية. خلال أحداث الحلقة 18 من المسلسل قامت شخصية ملاك اللي بتأديها ياسمين صبري بحقن الفنان محمد دياب بشخصية مدحت بطعنة حقنة من الأنسولين برقبته، ما أدى إلى سقوطه على الأرض فاقد للوعي. بلحظتها تساءل العديد من المتابعين حول كيفية فقد وعيه بمجرد بطعنته بحقنة الأنسولين. أحد الأطباء علق على هذا الموضوع ووضح أنه حالة الإغماء بتصير لما حدا بيحقن الأنسولين، بتستغرق عملية الإغماء ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل، ومن المستحيل حدوثه أو إغماءه بعد الحقن مباشرة. ايضا كان عندي اهم الكومنتات لابتهال، وعم بتقول بالنسبه لمخرج مسلسل فرصه ثانيه الظاهر انه هندي. ايضا كومنت الاء، حد يقول لمؤلف مسلسل فرصه ثانيه انه كار التاليف ده مش كاره ابدا.